في موضوع آخر، وبدعوة من المجلس العلمي الأعلى، يزور بلادنا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية مرفوقا بوفد هام من علماء المملكة العربية السعودية. الوفد سيحضر الندوة العلمية المشتركة حول موضوع الجهود العلمية المعاصرة لتحقيق الوسطية، وستنظم هذه الندوة غدا وبعد الغد. حفيظ الهواري وأمين عموري. الندوة التي سيشارك فيها الوفد السعودي الهام ترمي إلى مدارسة ما ينفع الناس في تبيان السبل التي تعطي للناس المناعة ضد أفكار الغلو والتطرف والانتحال التي تصدر عن جهل بتعاليم الدين وأهدافه ومراميه الكبرى. العلماء هم ورثة الأنبياء لأنهم هم المبلغون للدين الصحيح، والدين كما اتفق العلماء يراعي أحوال الناس في كل زمان ومكان. نحن على وفاق مع أخينا ومع إخوتنا العلماء في المملكة العربية السعودية على أن الحاجة إلى موقف صحيح مصحح من العلماء يحتاج إليه الناس الآن، لأن الناس مقبلون على الدين ولكنهم يتحملون مسؤولية الرجوع إلى العلماء من جهة، وفي نفس الوقت على العلماء أن يراعوا أفهام الناس ويراعوا أحوالهم. نسعى إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال نشر مبادئ الاعتدال والوسطية ونشر مبادئ التسامح ونبذ العنف والتطرف والغلو، ونحن حريصين جدا على وحدة الصف بين المسلمين، وأن نكون إن شاء الله دعاة خير ومحبة وسلام للمسلمين جميعا، حتى ينعم المسلم في أي مكان كان بالأمن والرخاء والاستقرار من خلال ما يقوم به من تعامل خلاق مع الآخرين. الاعتدال والوسطية والتسامح قيم مشتركة بين المملكتين المغربية والعربية السعودية، وترعاها عناية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، رعاية تسعى إلى تحقيق الأهداف النبيلة ومنها خدمة المسلمين ونشر مبادئ المودة والمحبة والترابط بين الشعبين الشقيقين.